مشاهدينا في كل مكان، لازلنا نتواصل معكم من داخل المركز التجاري لوغون توب شوب. سؤال جديد ومشاركين جدد، ابقوا معنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرفوا عليك؟ رفيعه من البليده. ما شاء الله رفيعه، اسمك رائع. عبد الوهاب من تيبازا. اذا بالضبط. نعم، مدينه حمر العين. مصطفى من ولايه البليده. اذا مصطفى مرحبا بك معنا اليوم، راك مشارك معنا في هذه المسابقه. عندنا سؤال لك ونتمنوا انه اجابتك تكون صحيحه. اذا السؤال يقول: ما هو اكثر الطعام الذي كان ياكله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاسودين. التمر. كان يحب القرعه الكوسه. اللبن، الزيت والتمر. خليني معليش باش نزيد نبين لك اكثر. هي احد اجاباتك صحيحه، هي التمر حقيقه، التمر، لكن ماشي الزيت، كاينه حاجه واحده اخرى. الشعير. لا خطا. التمر واللبن. نعم، التمر واللبن. متأكد من الإجابة؟ عاوني. صح. هذا كيفاش؟ الماء. الماء. الماء، التمر والماء. إجابتك صحيحة يا مصطفى، هي التمر، الماء والتمر. هكذا. ويعني إجابتك صحيحة يا رفيعة. تفضلي، هذه هدية غالية مهداة من طرف لوغون توب شوب. نعم، إجابتك كلها صحيحة عبد الوهاب. تفضل، أعطينا كلمة للمشاهدين. يا أخي وش نقول؟ الله يرفع علينا الوباء والغلاء، والجزائر إن شاء الله تكون في الطالعة ان شاء الله. يحمي ربي، يحمي الجزائر ان شاء الله. عندك اهداء العائله؟ لا، وش نقولهم؟ دمتم في رعايه الله وحفظه. الله يكثر من امثالكم ان شاء الله. كلمه ان شاء الله يرفض لنا هذا الوباء اللي انا فيه، ويصلح بين المسلمين كامل يا ربي، وان شاء الله نعيشوا فيه هنا وسعاده، ويتكاكاو كاع على واش صاري في الدنيا هذه، ومازال الناس غافله. صحيح. عندك اهداء ربما؟ نهدي لولاد ولادي ان شاء الله، ربي يهديهم لي في القرايه، لا كل يوم ماليهم يضربوهم. ان شاء الله ربي يهديهم لي، بناتي وعروستي ان شاء الله، ووليدي هذا، والجزائر كاع ان شاء الله. يا المسلمة كامل عامة، العائله ولجميع المسلمين كل العائله والاهداء. ربي يبارك فيك وشكرا لك. شكرا.